لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله. أنا فاز على قول كما هو جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بس هو مع سخونة الحوارات على كل مسلم وكذا مسلمة. قال: وقد ادعى كثير من الجهال عدم الحلال، فقالوا لم يبق منه إلا الماء الفرات أي العذب والحشيف النبات، وما عدا ذلك فقد أفسدته المعاملات الفاسدة. الإمام يقصد أن كثير من المتنطعين أو المتشدقين أو المتشددين لغير موضعه يقولون خلاص لكثرة الحرام عمت البلوى ولا يوجد حلال غير حاجتين، لو ما يوي ماء الفرات اللي هو ماء المطر على الراتح ماشي، والحشيش اللي يطلع من الأرض، مش الحشيش بتاع الحشاشين، الحشيش العادي حشاش الأرض. تخيل النظرة السوداوية، ولو ما فيش ولا حاجة حلال خالص ظهر الفساد في البلد والبحر، خلاص الدنيا أطبخت. يقول الإمام بعد أن سمى هؤلاء جهال ومع ذلك فقد أفسدتهم معاملاته الفاسدة، فلما وقع لهم هذا رغم أنهم قالوا هذه المقولة وعلموا أنه لا بد لهم من الأقوات، طيب لو انتوا على ما قلتم مفيش غير الميه وحشاش الارض اللي حلال والباقي كله دخل الحرام، يعني انتشر فيه الحرام اختلط اختلاط بحيث لا يسهل التفريق، طيب وانتوا هتاكلوا ازاي وتشربوا ازاي وتعيشوا ازاي؟ فبداوا هم يتفننون في التوسع في الشبهات فناقضوا ما قالوا، وده دليل على جهلهم طبعا لان الكلام غير ذلك بالمره كما سنبين. يقول: وهذا من الجهل وقله العلم، فان في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. طبعا الامام هنا يقصد بيان فساد من قالوا ذلك، ومن اعظم الادله على ذلك هذا الحديث. الحديث ده بيقول ايه؟ عنوانه الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات على كثير من الناس كما سنبين في الحديث في الوقفات، لكن لا تخفى على اهل العلم وطلاب العلم النبيين والذين لديهم قدره على يعني قراءه الدليل واستنباط الدليل. ولذلك كما وعدتكم نعيش مع الحديث بأهميته، في الحقيقة السلف يقولون عن هذا الحديث أنه ربع العلم، وبعضهم يقول هذا ثلث العلم، لأنه يعني يتكلم عن جميع الأشياء الحلال والحرام والوسط بين الحلال والحرام المشتبهة على كثير من الناس. فبات هذا الحديث من الأهمية بمكان لكل مسلم. ثلث العلم، ربع العلم في كل حديث له شأن، حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، حديث النعمان بن بشير
وهو في غاية الأهمية، ونصه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في لطيفة على فكرة يا شباب، النعمان سمع هذا الحديث، عارفين عنده كم سنة؟ 8 سنين. شوفوا الحفظ والإتقان، كان عنده 8 سنين وتلقي هذا الحفظ بالقبول، وهذا الحديث يعني كل من تكلم فيه تكلم فيه عن النعمان من المحدثين. تخيل هذا الشرف العظيم، طفل لكن مميز، وانتشر الحديث بذلك. يقول: سمعت، أي بنفسي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. هذا الحديث يا شباب كما قلت لكم ثلث العلم، ربع العلم، أيا كان، لا يعنينا يعني الكيل ولا المساحة ولا الكمية، لكن يعنينا القيمة العلمية والأهمية التي ينبغي أن تكون لدينا جميعا في معرفة ما يتعلق بهذا الحديث من أحكام. أولا، وقفة مهمة جدا، الأمور على يعني وزن هذا الحديث تنقسم إلى 3 أشياء. الأمر الأول: حلال خالص بين، حاجات حلال خالصة بينة واضحة، ده ردا على الجهال الذين قالوا خلاص ما عادش في حاجة حلال، لا ده في حلال خالص بين لا شبهة فيه، وهو كتعريف ما لا يوجد دليل على تحريمه، كالملابس والمآكل والمراكب، الأشياء اللي ما وردش نص بتحريمها، الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الحل حلال، ماشي. القسم الثاني: حرام خالص، اسمع، بين لا شبهة فيه، يعني لا شبهة في حرمته، وهو ما ورد الدليل بتحريمه، خلاص ورد الدليل السمعي، قرآن، سنة، إجماع، إلى آخر يعني الأدلة الشرعية المعروفة، هو ما ورد الدليل بتحريمه كالخمر مثلا، كالزنا، كالربا، دي أمور واضحة معلومة للقاصي والداني. الأمر الثالث: أمور مشتبهة، ممكن تختلط بين الحلال وبين الحرام، لا يعلمها كثير من الناس، كثير من عوام الناس من غير طلبة العلم قد يحدث لديهم اشتباه، هل هي حلال ولا حرام؟ فهذا قد يكون موجود في كثرة كثيرة بدليل الحديث، لا يعلمهن كثير من الناس، ماشي، لكن بإجماع أهل العلم يعلمهن العلماء الذين اجتهدوا في طلب العلم وبذلوا الوقت والجهد والطاقة فحصلوا العلوم الشرعية التي تبين لهم هذه الأمور المشتبهة التي يسهل أن توضح وأن تبين بالدليل. وهذا فيه يعني قيمة طلب العلم وأهمية طلب العلم، احرصوا أن تكونوا من طلاب العلم. قوله: فمن اتقى الشبهات، يعني دي لك انت بقى، في حاجات مشتبهة فيها شبهة، فمن اتقى الشبهات يعني جعل بينه وبينها وقاية، احتياطا، احترازا،
من منطلق الخوف الخشية، سدا للذرائع الأروع بقى الورع، من باب الورع حاجة خلاص يعني من منطلق كما قلنا في المرة الماضية، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تدع ما ليس به بأس خشية أن تقع فيما فيه بأس احتياطا واحترازا. ولذلك هذه يا أخواني في الحقيقة تحتاج منا إلى وقفة، لأن احنا فعلا في زمن غربة وجرأة على الله عز وجل. مش هنقوله بقى على المشتبهات، ده على الحرام البين والحلال البين، بترك الأمر وفعل النهي مع الأسف الشديد. لكن السلف كانوا يوقرون ويقدرون ويعظمون قضية الورع، ويهتمون بوجود الورع، ويخافون من ضياع الورع، لأنهم كانوا يعدون الورع مادة حياة هذه القلوب. القلب اللي ما فيهوش ورع قلب ميت، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه وارضاه، فاكرين في الأثر الجميل الطويل، من كثر كلامه كثر سخطه، ومن كثر سخطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه فالنار أولى به. شوف تخيل بقى السلف كانوا، اسمع كلمات جميلة لعلي وإياك نستفيد إن شاء الله. الورع قيل هو عين التقوى، وقيل ترك المحارم، الحاجات المحرمة الواضحة قولا واحدا، وده واجب، وأيضا قد تترك حتى المستحبات كاحتياط واحتراز ووقاية لك أن تقع في المكروهات، وتجتنب الشبهات خوفا من وقوع في المحرمات، على وزن ترك ما لا بأس به خوفا أو حذرا مما به بأس. قال ابن القيم الورع، اسمع، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، أي حاجة تستشعر أنه قد يترتب عليها ضرر في الآخرة اتركها، حتى لو هي قريبة عندك للحلال من أن تكون في الحرام اتركها، لأنك تخاف عن نفسك الضرر في الآخرة. هذا معنى إيماني راقي جدا جدا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الورع جنة. قالوا له يعني جنة؟ قال جنة وقاية من النار. لو عندك ورع هيحميك من النار، لأن الورع تترك به حتى الأمور اللي قلنا إيه قد تكون حلال لكن في يعني اشتباه بسيط، خلاص مش هقرب عليها لأني أخشى على نفسي من النار. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة. هي إيه أفضل العبادة؟ قالت الورع. يا الله، أفضل العبادة أن يكون عندك ورع، يعني يحجزك أن تقع في مثل هذه الأمور المشتبهة فتترك من أجلها المباح، بل جزء من الحلال، فما بالك بالحرام؟ ده من باب أول أنت ما تقربش منه أصلا، لأن الورع يمنعك من ذلك. قال عمر بن عبد العزيز إن الدين ليس بالطنطنة في آخر الليل، اسمع، ولكن الدين الورع، رضي الله عنه. الإمام العادل المثال النموذج الفريد الآسر بيقول الدين مش بالطنطنة آخر الليل مثلا بدعاء وتضرع وقيام، يعني ده مطلوب، لكن في الحقيقة الدين الحق الورع اللي يخليك على أعلى معدلات الحيطة والحذر، تخاف تترك حتى الحلال والمباح خشية الوقوع في المشتبه فيه. يا ربي. قال سفيان الثوري من أئمة السلف كما تعلمون، اسمع، عليك بالورع يخفف الله حسابك. يا الله، يقول لك كل ما يكون عندك ورع كل ما حسابك هيخف،
عليك بالورع يخفف الله حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين. حاجة شكيت فيها خلاص اقطع باليقين، ما تخشش في المسافة الصعبة دي، لأن مسافة الشبهات هي زي الحمى اللي هنتكلم عنه دلوقتي، اللي خطورة الوقوع في الحرمات واردة بقوة، لأنك أنت اشترأت، لكن دايما عامل وقاية وعامل حسابك ستسلم بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أشد الأعمال على النفس، شوف أنت كده الاختبار الجميل ده الإمام الشافعي، أشد الأعمال ثلاثة: الجود من قلة، أنت تعبان ومحتاج وظروفك على قدك لكنك تبذل وسخي وكريم، الجود من قلة حاجة جميلة قوي بس شديدة على النفس. الثانية: والورع في خلوة. يا الله على الكلام يا جماعة، عارفين قصد ايه؟ انت لوحدك معكش حد، ومحدش شايفك غير مين؟ الله عز وجل. وتعرض لك امور وممكن تعدي في الظلمة، محدش شايفك ومعكش حد، لكن الورع يمنعك من ذلك. ده بيبقى شديد على النفس هذا المعنى، لكن هذا ميزان. الثالثة قال: وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. ان تقول كلمة الحق عند من يرجى مثلا عطاؤه، بره، احسانه، او يخاف من بطشه او ذاه او كذا، لكنك تقول كلمة الحق لله تبارك وتعالى. وحسبنا ان الورع كما قلت لكم ومادة حياة القلوب. قوله في الحديث صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه. كلمة عجيبة الشكل، يعني في حلال بين وفي حرام بين، وفي النص المنطقة اللي في النص اللي فيها الأمور المشتبهة ماشي، من تركها فقد استبرأ لدينه. يعني ايه استبرأ لدينه؟ قال لك كان صورة طيبة للدين، ما كانش سبب لثلمة في الدين أو لتشويه صورة الدين أو سبب للطعن على الدين، لأن ممكن اللي يشوفك من بعيد وأنت بتعمل الحاجات دي وأنت الملتزم وأنت الدين وأنت 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 يظن أن هذا من الدين، فأنت بذلك تطعن على الدين دون أن تدري. يا الله وإن منكم لمنفرين. خلي بالك، يعني حضرتك ما تقولش أنا مين، لا، أنت منظور أسرتك، أرحامك، جيرانك، زملائك، أصدقائك، معارفك، اللي أقل منك، اللي حواليك، فكن حريص ألا تكون مطعن على الدين بتصرفاتك أو بارتكابك للأمور المشتبهة، فيظن الناس أنها من الدين وهي ليست من الدين، فأنت أسأت للدين بذلك. يبقى خلي بالك عشان ما تشوهش صورة الدين، ولا هذا خطر. الأروع بقى: فقد استبرأ لدينه وإيش؟ وعرضه. يعني وعرضه؟ قال لك لأن اللي بيحوم حوالين الشبهات ويقع في الشبهات هيبقى موطن للريبة وللشك وللطعن وللغمز وللمز، والناس هتقول فيه والناس هتشك فيه والشياطين الإنس هتشتغل والموقف يتحط عليه كلام ويتحط عليه أمور وأمور، فيطعن عليك وأنت قد لا تدري ذلك لمجرد أن تتواجد في موطن شبهة. يا الله، فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يعني يوصل صفية والصحابي معدي، الدنيا ظلمة، كان جاي تسلم عليه في المعتكف، طلع يوديها شوية كده، فالصحابي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم من إحرابه خف شوية، قال: على رسلك، إنها صفية زوجتي. قال: أفيك شك يا رسول الله؟ قال له: لا، ده موطن. فأنت، أنا عايز أقول حاجة، كم من مرة أوقعت نفسك في مواطن، مناسبات، مشاكل، مواقف، أزمات، مواضيع، أسواق، معاملات مع ناس حواليهم علامات استفهام، ليه تحط نفسك في موطن الشك؟ ليه؟ لسه أخ بيحكي لي أنا أصلا عايز أتاجر وفي واحد أموله محرمة عايز يديها لي وأنا أتاجر بيها، طيب وليه؟ ليه تحط نفسك هنا؟
ليه تحط نفسك في الموطن ده وتساعده ان هو يغسل امواله عليك انت؟ لا، ما تحطش نفسك في موطن الريبه ولا الشبهه ولا الشك ولا الظن ولا اساءه الظن. جرد ان يرى معك خلاص، ده كان قاعد مع فلان الفلاني اللي هو معروف وضعه وصفته وشكله وخطواته ايه ووضعه ايه. لا، انت اكبر من كده. احرص على نفسك والا فالامر جد خطير. نعم. السلف يقولون من عرض نفسه لمثل هذه المواطن اسقط نفسه واعطى فرصه للطاعنين عليها ان يطعنوا. يقولون خلاص هيقولوا فيك بقى اللي انت عارفه. نعم. قوله ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام لا محالة، وشبهه كالراعي يرعى حول الحمى. وقفة مهمة جدا جدا جدا. المنطقة اللي بين الحلال البين والحرام البين اللي هي الملتبسة دي، مش كده؟ اللي بيدور فيها وبيشترع عليها ويتهاون بيها ويدوس فيها ويتساهل في هذا الباب ويوطن نفسه على مجاراة أهل هذه المنطقة الرمادية الصعبة، ده يا إخواني واقع في الحرام واقع. كالراعي يرعى حول الحمى. إيه موضوع الحمى ده؟ هنقول دي مسألة شرعية لازم نقولها عشان في بعض المسائل المتعلقة بها، لكن هي باختصار شديد الحمى أن يحمي الحاكم مثلا أو بعض الناس مثلا كان موجود في الجاهلية، ومع الأسف عاد وانتشر في هذه يعني الآونة مع الأسف الشديد في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وكذا. الحمى يكون للكلأ العام للأراضي الصحراوية التي ليس فيها مظاهر إحياء، وغير الكلأ النبات الطبيعي العشب الذي يخرج على المطر. فكان زمان الحاكم مثلا يحدد مكان يحميه لإبل الحاكم، لغنم الحاكم، لخيل الحاكم، يقدر حد يهوب فيه؟ حدش يقدر يهوب ناحيته. فجاء الإسلام فأبطل الحمى وحدده بأمر واحد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ورسوله وقياسا عليه. يعني لا حمى إلا لله ورسوله، يعني يسلم حمى بعض المراعي خصيصا لإبل الصدقة ولخيل المسلمين التي تجاهد ولأغنام الصدقة تأكل منها، والمنطقة دي خاصة بالمصالح العامة للمسلمين. ده حاكم، وكأن يكون أي حاكم في زمننا يقوم بهذا الأمر، يحمي مناطق بعينها للصالح العام مش لصالح نفسه ولا لصالح أفراد ماشي ولا أشخاص بعينهم. وإلا فأي حد يعمل حمى النهاردة زي ما الجماعة بتوعنا يقول لك الحوز ماشي وجرتنا، الحوز ده ممكن تمشي فيه عشرات الكيلومترات، دخل في مشاكل كتير بالطريقة دي. يعني تقدر تقول مثلا آلاف الأفدنة، آلاف الأفدنة بلا مبالغة. أقول لك ده الحوز بتاعنا، إحنا من هنا والعيلة الفلانية من هنا والعيلة الفلانية من هنا، والحوز ده كله ملوش فيه أي أثار إحياء. فين وفين تلاقي بير؟ يعني لو قلنا هندي له حرم البير يعني مش هياخد حاجة، والباقي يمنع أي حد، بل منهم من يبيع الكلأ الطبيعي الآن، ومنهم من يؤجر الكلأ الطبيعي الآن، المراعي يؤجرها للناس. والله حرام، والله لا يجوز في دين الله عز وجل، لأن هذا من الحمى تحجير، ما يجوز في دين الله عز وجل. انقلوا هذا الكلام عنه، لأن الحديث الصحيح الناس شركاء في ثلاثة، في الماء تقدرش تمنع الماء عن حد، والكلأ اللي هو ايه العشب المراعي الطبيعية اللي قررت في أرض الله بالمطر من عند الله ماشي، والنار. لو حد طلب منك النار ولا عشان يطبخ ويأكل ويشرب ما يجوز شرعا انت تمنعه، ناس شركاء بنص الحديث الصحيح. النهاردة عندنا الحوز تمشي فيه بالعربية عشرات الكيلومترات، يقول لك لا ده حوز عدفل ما حدش يخشه. لا، هذا حرام يا اخواني، لا يجوز. لا يمنع الناس من احياء الارض، ولا يمنع الناس من الرعي في الكلى الطبيعي،
ويمنع الناس من بحث عن أرزاق، فدعوا الناس يعني يتكسبون يتقوتون يعملون، لأن هذا يعني في الحقيقة أمر لا يجوز. لكن الشاهد من الحديث إيش؟ قربها لكم أكثر. لو قلنا نيجي مثلا في الأرض الزراعية هنا جنبنا مثلا في القرى اللي حوالينا هنا، وفي واحد عنده أرض بتاعته مثلا مزروعة فاكهة خضار برسيم، وحضرتك رحت ترعى بالغنم بتاعك على الريشة، ماشي، وانت بترعى على الريشة لا تأمن أن تصطو شاة أو يصطو حمار أو تصطو بقرة أو تصطو ناقة. حالة غفلة منك، سرحان توهان، بصلة نزلت في أرض الغير فأفسدت، فأنت كده جاي على الحروك رك وعمال ترعى، يبقى أنت معرض ليه؟ حتما سيسقط منك شيء. فبيقول لك خلي بالك ما تجيش في المنطقة الخطرة دي، تعرض نفسك للخطر ليه؟ يعني في طرفة عين ممكن البهائم تسقط تنزل في أرض الغير، فأنت بتعرض نفسك للخطر. أهو ده المثل اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوصله لنا يا إخواننا، مثل بسيط جدا وجميل جدا، بيقول لك في حلال بين، في حرام بين، وفي نص منطقة فيها أمور مشتبهة، ما تحطش نفسك هنا. أنت بقى مطالب بتعلم، اطلب العلم، لسه ما اتعلمتش ولا طلبت العلم، ارجع لأهل العلم واسأل وتحرى، والحاجة اللي تلاقي فيها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خلاص. كان أحد الصحابة يقول كنا ندع يعني مش عارف 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام، كلمة كبيرة قوي، حاجات حلال بيسيبها، يقول والله أنا خايف، أصلا خايف توصل لي السكة هناك، ومال اللي واقف على الريشة ده نعمل له إيه؟ يقول أنت في خطر. فأنا عايز أسألك سؤال، أنت فين؟ على الريشة ولا في منطقة أمان؟ عامل حسابك وعامل لنفسك احتياط واحتراز؟ عشان كده يا جماعة في حاجات لازم تدرسوها وتتعلموها، لعل الله عز وجل ييسر الكلام في الموضوع. الورع نتكلم فيه بالتفصيل لأنه مهم جدا جدا جدا، أنواع وأقسام، والشيخ هيمر عليه الإمام بعد شوية كده في كلمات مهمة هنقف عندها. عايزك تدرس مخصوص باب سد الذرائع، إزاي تقفل المنافذ اللي توديك للحتة دي، إزاي يكون عندك حيطة وحذر، إزاي يكون عندك خوف ووجب، إزاي يكون عندك شعور بالمراقبة والرصد الشديد، إزاي يكون عندك استحضار لليوم الآخر، عشان كل ده يعني الورع هيخليك تسيبه مخافة الخطر في اليوم الآخر اللي أنت بتؤمن بيه وتصدق بيه وتستحضره وتستصحبه معك. وصلت كده؟ الله المستعان. طيب، قوله ألا وإن في الجسد مضغة، يا الله، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. حاجة عجيبة يا شباب، القلب، قلبك أخبره إيه؟ عامل إيه؟ هل تعلم أنه بصلاح قلبك سيصلح لك سائر الجسد من غرائز وجوارح، وستستقيم وتنضبط وتنصلح أعمالك وتنجو في الدنيا وفي الآخرة؟ وإن أصيب هذا القلب هذه المضغة بعطب أو بخلل، مرض أو مات والعياذ بالله تعالى، لا شك ستفسد الغرائز وتفسدك وتطغى عليك وتتمكن منك، وتفسد الجوارح وتعين على إفسادك أكثر، وبالتالي فسد الجسد كله، راحت حياة. اختر قلبك عشان يعمل ايه؟ عشان يقوم بملئه الشهوات، الأهواء، الدنيا، طول الأمل، حب المال، الوجاهة، المظهر، الصدارة، مش كده؟ فلو سبت قلبك فاضي زي الكوباية، زي إزازة المية، لو سبتها فاضية هتتملأ ولو بالهوى، ماشي؟ لكن لو انت مالي قلبك بالإيمان، بالعقيدة، بالتوحيد، بالحب، بالإخلاص، بالخوف، بالرجاء، الباطن هيجي ينفذ جوه، مش هيلاقي مكان، مش عارف يخش. قال لك لأن العقيدة، الإيمان، التوحيد، الحب، الخوف، الإخلاص، الرجاء، الإخبات، الإقبال، التوكل، اليقين،
عزيزة ما ترضاش تسكن الأمراض اللي البطل عاوز يحطها، العجب والغرور والاستعلاء والكبر والحسد والحقد والكراهية، اللي هو عايز يدخلها في قلبك عشان قلبك يمرض، عشان قلبك يغش على المنطقة التعبانة وبعد كده يقع في الحرام والعياذ بالله تعالى. يبقى انت محتاج ان انت تقف مع هذا المعنى وتحصن قلبك كويس جدا جدا. طيب لو قلبك مريض مرة ومرة، ساعة وساعة، إذا وجد من يذكر تذكر، من ينصح ينتصح، إذا وجد من يغوي ويمني ويشهي مال في خطورة. يبقى طيب احنا هنسلم؟ هننهزم؟ لا. ممكن القلب المريض يعالج؟ يعالج. فضل عبد الله، قلوب الصحابة قبل الإسلام كانت مليئة بالجاهلية والحمية والشر والفساد، ولكن لما دخلها الإيمان والتوحيد والعقيدة وملئت طردت هذه المعاني وسمت وعلت وأصبحوا من خير البشر بعد الأنبياء والرسل. كذلك أنت تستطيع أن تحيي قلبك حتى لو كان ميت بفضل عز وجل، لا تيأس ولا تفقد الأمل، بس لازم يكون عندك يقين أن الموضوع مداره على القلب. قلبك أخبره إيه؟ يعني مثلا احنا أول ما جيت قلت كأس العالم، وأنا إيه اللي شغل لي كأس العالم؟ أنا قلقان عليكم، خايف الأخوة تتعلق، ومشاهد وتبرج وعري وحمية وجاهلية وعصبية وتضيع أوقات وحرق أعصاب. يا أخي حافظ على قلبك، خلي قلبك سليم بعيد عن الحاجات الممرضة دي. اجتهد اجتهد أن أنت تغتنم أوقاتك في صلاح قلبك وفي الحرص عليه حتى يسلم ويصل إلى بر الأمان بعون الله وتوفيقه. بل قد إيه مصطفى؟ طيب نرجع لكلام الإمام عليه رحمة الله. يقول: ولما كانت هذه الدعوة من هؤلاء الجهال بدعة قد عم ضررها واستطار في الدين شررها، وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهة. اللي أنا قلته ده هو اللي شرح الشيخ تقريبا في 10 صفحات. تحبوا ناخدوه نمر عليه؟ ما عنديش مشكلة، لأن في فوائد كتير جدا أنا مذكرت، بس أنا جبت الخلاصة اللي هي ممكن تخلينا مركزين إيه معنى الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، عشان كده احتط لأنفسنا. لكن نعيش مع كلام الإمام ما بقي من الوقت إن شاء الله. يقول: ونحن نوضح ذلك في أقسام. القسم الأول في فضيلة طلب الحلال. احنا قلنا طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة، نعم، ديانة عبودية، ان انت تطلب الحلال في حد ذاته ده عبادة لله عز وجل، وكذا ذم الحرام. قال: ودرجات الحلال والحرام، برضو محتاجة توضيح. الله، والحرام في درجات؟ والحلال في درجات؟ انت تعرف دي وتعرف دي عشان تشوف انت نفسك في اي طبقة، في اي مستوى ممكن تترقى وممكن يعني تتقدم بعون الله وتوفيقه. نعم. القسم الأول في فضيلة طلب الحلال وذم الحرام. يقول: قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال: والطيبات الحلال، فأمر بذلك قبل العمل، وقال في ذم الحرام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم أورد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث. وذكر الحديث إلى قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وانبسه حرام، وغزي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ قال: رواه مسلم. قال: وروي في ذلك غير حديث، يعني في أحاديث كثيرة في الباب يعني. قال: وروي أن سعدا بن أبي وقاص رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن تستجاب دعوته، فقال له أطب طعمتك تستجب دعوتك. الحديث المشهور قال ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. قال وقد كان السلف ينظرون في الحلال ويدققون فيه، فأكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه شيئا من شبهة ثم قاءه. وعايز يقول أن سيدنا أبو بكر كان بيتحرى الحلال بدقة عجيبة جدا، والأثر ده أنتم فاكرينه، كان له غلام يعمل ويأتيه بالأجرة فيأخذ منه الأجرة، فجاء في مرة بلبن فظنه من أجرته في عمل من الأعمال فشرب، فقال ألم تسألني من أين هذا؟ قال من أين؟ قال كنت قد تكهنت لأناس في الجاهلية زمان قبل الإسلام. تكهنت يعني الكهان المعروف، خبط كلمتين طلعوا صح فادلوا عليهم حاجة بعد ما قبلوه بعد فترة ادلوا الجيزة دي. فجعل يضع إصبعه في فيه حتى قاء ما في بطنه حتى كاد أن يموت رضي الله عنه وارضاه، خوفا. شوف بس إن حاجة من الحرام، وكان دائما ما يعتذر أن يكون تسرب في عروقه أو في جسده شيء من هذا الحرام، كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. كان حرص الصحابة على تحري الحلال. أنا أقول يا إخواني الأمر بطلب الحلال أمر شرعي، مش على ما ورد في كلام الإمام وحسب. الآيات كتير جدا في الباب، منها كما قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، شوف أمر مباشر. شوف اللي بعديها ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني أمر كل الحلال الطيب وتكلوش الحرام، يعني في حلال وفي حرام مش كده؟ ده رد على من زعموا إنه ما عادش فيه. قال عز وجل وكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا، وقال الله تعالى فلينظر سورة الكهف أيها أزكى طعاما، قالوا أطيب وأنفع ماشي. وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي أو لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ها خذوا محل ودعوا محرم. والآيات التي وردت في النهي عن الحرام كثيرة جدا جدا، منها على سبيل المثال قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله تعالى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. الآيات في الباب طبعا والأحاديث كثيرة جدا، لكن المعنى إيش الإمام عايز يقول إيه؟ عايز يقول لك إن أنت تتعبد إلى الله عز وجل بنية صالحة في حياتك أن تتحرى الحلال وأن تجتنب الحرام، سواء لنفسك أو من تعول، حتى تصح لك الطاعة والعباد وتقبل منك، لأن في الجملة إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأنت مأمور بأكل الطيب وترك الحرام. عشان كده لو كل واحد فينا خذ القرار ده يتعهد مع الله عز وجل أنه لن يقبل الحرام، وسيتحرى بقدر الجهد والطاقة، وسيبتعد عن موطن الشبهات، ويترك حتى المباحات بل وجزء من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، والله يا أخواني ستشعرون بالبركة والتوفيق والإعانة بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الحلال بفضل الله عز وجل يعني هو الذي أمرت بطلبه، فإذا ما طلب بطرقه المشروعة وضع لك فيه البركة ووضع لك الأجر والثواب. طيب ماذا لو طلبت أنت من حلال استعجلت استبطأت الرزق مش قادر تصبر، فلبس عليك الشيطان وشياطين الإنس وعرضوا عليك عروض صفقة محرمة احتكار نصب احتيال سرقة اختلاس مخدرات كذا كذا كذا، وذهبت في هذا الطريق والله رزقك لن يزيد ميلما واحدا عن الذي جرى به القلم،
خلاص الموضوع منتهي، ولكن يبقى أن تنزع منه البركة ويوضع عليك الوزر والعقاب. يبقى أنت بتعمل إيه؟ يبقى أنت خذ القرار واتق الله في نفسك، واحرص على عدم الاقترار بالدنيا. إذا أردت أن تكون فعلا من هذا الصنف فاستحضر الآخرة، وأنك وإن جمعت مال الدنيا من حرام ستتركه وتنعم به غيرك، وتحاسب أنت عليه بين يدي المولى عز وجل. وفي كل الأحوال لن تغادر ما قدر لك، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها الذي كتب لها، فاحرص على هذا المعنى حتى لا تقع في خلافه. فصل في درجات الحلال والحرام. قال: اعلم أن الحلال كله طيب، ولكن بعضه أطيب من بعض. سبحان الله، حاجة جميلة جدا. الحلال كله طيب، بس في إيه؟ حاجات أطيب من بعض. والحرام كله خبيث، ولكن بعضه أخبث من بعض. عجيبة صح؟ لا مش عجيبة ولا حاجة، هي فعلا حقيقة موجودة، بس ما عاد الناس بتختلف معاها. في ناس بتتلذذ بمراتب الحلال وتترقى فيها لشعورها بالبركة وبالطمأنينة والسعادة منها، وفي ناس في الحرام والعياذ بالله تعالى يعني مش بيكتفي انه حرام وخلاص، لا ممكن يتعمد أخبث أنواع الحرام. تخيل طمس على البصيرة وعلى القلوب. اسمع بيقول ايش الإمام: كما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة، ولكنه يقول هذا حار في الدرجة الأولى، وهذا في الدرجة الثانية، وهذا في الثالثة، وهذا في الرابعة. مثال ذلك في الحرام أيضا، نبين دي الأول عشان ممكن الناس مش تبقاش مركزة، درجة أولى وثانية وثالثة. الحاجة الحلوة كلها اسمها إيه؟ اسمها حاجة حلوة صح، لكن في سكر وفي عسل، والعسل أنواع والسكر أنواع، مش كده؟ ولا إيه رأيكم؟ في حاجات طبيعية وفي حاجات صناعية، بس على الجملة كلها حلوة، الحلال كله حلو، لكن في حاجات أميز، حاجات فيها بركة، زي الأكل من كسب اليد، زي الأكل مثلا من الصنعة اللي بتحتسب فيها نية زي ما قلنا عشان تكفي المسلمين من فروض الكفاية، زي مثلا أن تكون تعول تنفق على أيتام وفقراء ومساكين فتجتهد من أجل ذلك، تحس بالطعم الأعلى بقى، بتختلف من درجة لدرجة. طيب بالنسبة للحرام بيقول إيه؟ مثال ذلك في الحرام: المأخوذ بعقد فاسد. لو واحد يعني كسب بعقد فاسد أهو حرام، ده حرام لأن العقد فاسد، ماشي؟ لكن في أخبث من كده، زي إيه مثلا؟ ولكنه ليس في درجة المغصوب. يعني واحد باع وشرب عقد فاسد، ده نقول له عليه حرام. واحد راح خد حاجة غصب، دي أشد حرمة وأخبث من الأولاني. شوف بقى إيه المغصوب على سبيل القهر، يعني إيه؟ راح لفقير، راح لمسكين، راح لضعيف، راح لحد ملوش ظهر وخد حاجته غصب عنه، دي أشد في الحرمة من العقد الفاسد بكتير طبعا. بل المغصوب أغلظ، إذ فيه إيذاء الغير وترك طريق الشرع في الاكتساب، وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقط. وكذلك المأخوذ ظلما من فقير أو صالح أو يتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو فاسق. يعني واحد ظالم، شوف بقى الاثنين زي بعض ولا لا، خذ مال عيل يتيم، وواحد ظالم تاني خذ مال واحد فاسق، بس ظلم، أيهما أشد ظلما؟ خذ اليتيم الغلبان اللي ملوش حق. فبقول لك خلي بالك الحرام ده درجات برضو، يعني زي ما قلنا في الحلال نقول فيها. قال: فصل: والورع له درجات أربع، ونكمل في المرة القادمة إن كان في العمر بقية. مرة أخرى نصيحة الإخواني: احذروا
أن تسرق أوقاتكم. هذه اللعبة الجماهيرية العظمى التي تلهى بها الشعوب تستهلك الأوقات وتمرض بها القلوب وتحدث بسببها الآفات والأمراض وتضيع الفرص. فوقتك ثمين، احرص على توظيفه في طاعة الله تبارك وتعالى. الحكم في من يشتري من وضع اليد، لو هو مضطر لإطعام مثلا إبله أو بقره أو غنمه ولا يوجد له سبيل ذلك، هو مضطر وهم يأثمون بأخذ الأجرة على الكلاء الذي الناس فيه شركاء، وهو لا شيء عليه إذا لم يجد إلا ذلك. شاب يعمل في بيع التقسيط، أراد هو واثنين من أصدقائه شراء سلعة بالتقسيط، فشار عليهم أنه هو من يشتري لهم تلك السلعة ويدفع مقدمة، وهم الثلاثة يدفعون قسطها فيما بينهم، هم الثلاثة، لذلك مكسب القسط يذهب إلى أحدهم وصاحب القسط. لهذه الصورة فيها مخالفة، وياريت لو صاحب السؤال موجود، يعني لأنا فهمته من كتابة السؤال إن هو بيدفع لهم المقدمة وهم بيكملوا التقسيط وبيدوله الربح، مش كده؟ صاحب السؤال فين؟ هو بيدفع معاهم؟ لا، يبقى ينفعش الشريك وعمولة كده، دخل في سكة تانية خالص فيها شبهة، ليكن قرض حسن يسددونه له بعد ذلك. والله أعلم وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.